تضحية كاريوكا أول من نادى بعيد الفن، أول من اعتصم في النقابة علشان معايا الأستاذ يوسف شاهين وعظماء كتير زيها، علشان منادات رئيس الجمهورية وقتها بأنه يعني يشوف حقوق الفنانين ولا يجور عليهم يعني. ست تحية كاريوكا العظيمة اللي كانت بتعمل الغلابة، كانت بتحس بالغلابة، كانت بتحس بالناس اللي مش قادرة تجيب كيلو لحمة، فكانت تنزل وقت ما يجي لها فلوس حتى في عثراتها الفنية في أواخر حياتها. وده من المقربين ليها جدا، من زملائها ومن أصحابها ومن اللي عاشروها، إنها تنزل تجيب لحمة أو تجيب عجل وتذبحه لما تدخل عمل، عشان تنزل تروح مولد سيدنا الحسين أو مولد ستنا سيدة زينب علشان تعمل بإيديها الأكل وتأكل الغلابة.